أبطل عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه مش قادر عادل أخذ قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحبار قابلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق من برنامج صوت العابرين، والنهارده حلقه خاصه جدا عن اخواتنا واحبائنا الاكراد بمناسبه عيد النيروز. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير، ومعانا الاخت المباركه الاخت حليمه الكرديه زي ما هي بتحب ان هي يعني يكون اسمها، لان هو ده بتفتخر جدا بهويتها وبوطنها العزيز. فبنرحب بحضراتكم بالأخت حليمة. أهلا بحضرتك يا أخت حليمة. الرب يباركك أختي نورة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا أنا بيك. كتير مبسوطة وكتير مسرورة وأشكرك من كل قلبي أنه الرب سمح يعطينا الحلقة ونحتفل مع الشعب الكردي بعيد نوروز 21 آذار، عيد حقيقي. آمين آمين. وأهلا بك مرة تانية في برنامج صوت العابرين. الأخت حليمة كانت معانا بتشهد بشهادة إيمانها واختبارها في حلقة كان عنوانها رسائل حليمة الكردية إلى الله. فبشكر رب جدا جدا من أجلك ومن أجل إيمانك ومن أجل شهادتك يا أخت حليمة. الرب يباركك يا أختي نورة، يبارك حياتك يا محبوبة الرب. تعيش حبيبتي. طب ممكن في البداية نصلي؟ حابة أصلي بالكردي ولا بالعربي ولا نص نص؟ لا زي ما تحبي، ممكن بالكردي وبالعربي عشان أكيد اللغة بتاعتك غالية عليك وغالية على كل إخواتنا وأحبائنا الأكراد. يا رب يسوع منحبك يا رب، منحبك يا رب، منشهد عن عملك في حياتنا يا رب يسوع، منشكرك يا رب من أجل قناة الكرمة يا رب، هالقناة اللي أتاحت لنا الفرصة يا رب حتى نقدر ونشهد يا رب عن عملك في حياتنا يا رب. تبارك هالقناة، تحفظها وتحميها في اسمك، تغطي الفريق الموجود فيها بدمك يا رب، تغطينا في دمك يا رب يسوع، منحبك يا رب، ولأنه نحن منحبك يا رب منشهد عن عملك يا رب. أنت أحببتنا قبل حتى ما نعرفك وقبل ما نحبك يا رب يسوع. هف حلقهم عني ملاتي كرموج يا رب يسوع، أنمي دكام يا رب يسوع، تربط الشرير يا رب، تجري دك تزهني في ملاتي فاكي يا رب يسوع، ملاتو حقي زينبن هاف ملاتو أزادي زينبن يا رب يسوع، وكيف كان وشاببن وعيدي ملاتي كرموج جيو بيروز بي بخير وخوش بي، عيدك أزادي بي، عيدك إجدلكيني بي، وين كيف وشاهية ببينا بنوفي يسوع المسيح. آمين آمين. رب يباركك أختي نورة. امين. ربي يباركك حبيبتي، ربي يبارك. عنوان حلقه النهارده هو ماذا فعل الاسلام في الشعب الكردي، وحقيقي امور يعني صعبه جدا، زي ما فعل مع الشعب المصري، زي ما فعل مع كل الشعوب اللي احتلها المحتل الاسلامي واللي فيها اكبر اهلها على اعتناق الاسلام وعلى يعني طمس اللغه والهويه وجعلها لغه عربيه وجعلها لغه يعني أثروا على الحضارات بشكل غير طبيعي يعني. فيعني من ضمن الشعوب دي كان الشعب الكردي، لكن أنا بشكر رب جدا فعلا من أجلهم، لأن هم على مدار تاريخهم كانوا مناضلين وكانوا ما بيسكتوش، وكان لهم ثورات كتيرة وكان لهم رفض وكان لهم يعني أمور كتيرة جدا ضد المحتل الإسلامي، وده حقيقة عرضهم لإبادة من أول عمرو بن العاص لغاية يمكن وقتنا الحالي، بيتعرضوا لإبادات جماعية، بيتعرضوا لتهجير، بيتعرضوا لسلب أموالهم، للاغتصاب، أمور كتيرة جدا جدا. وحقيقة للأسف لأن التاريخ يعني بيكتبوا المنتصرون، وفي الحالة دي المنتصر هو المحتل، المنتصر هو القاتل، المنتصر هو العنيف اللي بالعنف وبالإجبار وبحد السيف أكبر الشعوب على اتباع ديانته، إن كنا هنسميها ديانة. وللأسف شوهوا على يعني في أوقات كتيرة وفي عقول الشعوب تاريخ الأكراد، وشوهوا يعني شخصياتهم
عشان هم اللي في ايديهم كانوا بيكتبوا التاريخ اللي للاسف هم كانوا منتصرين فيه. لكن ومعانا النهارده شاهده، وزي ما بنقول كده يعني شاهد من اهل البيت، هي اللي هتتكلم عن تاريخها وعن كل ما يعني. وكمان اخت حليمه هتدينا برضو بنعمه الله نماذج من الاذى اللي تعرض ليه الاكراد، نماذج حيه حقيقيه من اللي كان اتعرض ليه الاكراد. لكن في البدايه هي حابه ان هي تستعرض تاريخ الحقيقي للشعب الكردي. فاهلا بحضرتك مره ثانيه يا اخت حليمه. الرب يباركك يا اختي نوره. عن جد يعني الاسلام شوه تاريخ شعوب كتير، ومن ضمنها الشعب الكردي، وحتى نحن ككرد نحن ما بنعرف شو هو تاريخنا، ما بنعرف. فلأجل هذا أنا حابة بنعمة الرب أشارك معكم هاي الدراسة عن الشعب الكردي من الكتاب المقدس. أمين. المعروف لدى الشعب الكردي بكتاب التوراة والإنجيل والزبور أو مزجينا خيري أو بيرتكا بيروز. وأشجع الشعب الكردي، أنتوا كمان افتحوا الكتب، ابحثوا عن الحق، ابحثوا عن الحقيقة. بكفي نحن تابعين لديانة جاهلية، وبسبب هالديانة الجاهلية كل فترة والتانية من فترات الزمن عم ننقتل وعم ننهان وعم ننسحق كشعب كردي. بل كونوا باحثين بأنفسكم، فتشوا عن تاريخكم، من نحن، مين نحن بالكردي، من نحن، أم كينا. صح نحن منقول أم كردن، نحن أكراد، بس لازم نعرف عن تاريخنا، لازم نعرف شو هي جذورنا، شو هي أساساتنا. بكفي عم ينضحك علينا كشعب كردي مخدوع أنه آبائنا وأجدادنا كانوا إسلام. طيب الإسلام 1400 سنة، أوكي؟ قبل الإسلام هل ما كان الكرد موجودين؟ هل كانوا كل الكرد شركاء؟ هل كانوا مشركين؟ هل كانوا كل الكرد إلى جهنم؟ ولا بعد 1400 سنة الكرد فقط ينال الجنة ويذهب إلى الجنة؟ خلونا نشوف مع بعض بنعمة الرب هالدراسة عن تاريخ الشعب الكردي من الكتاب المقدس. وبنعمة الرب يسوع المسيح يساعدنا حتى نكشف حقائق هل إحنا ديانتنا الأساسية كانت هي الإسلام من أب وجد ولا شو كان. وحابة أعطيكم هالدراسة من الكتاب المقدس. هل نحن يعني تسأل كثير من الأكراد، أنت إلا أنا كردي، طيب شو إلا أنا مسلم من أبو جد، طيب شو هو التاريخ؟ خلينا نعرف التاريخ يا رب يسوع، حتى نخبر الأجيال القادمة عن تاريخنا، حتى نخبر الأجيال القادمة عن تاريخنا. قبل ما أقدم هالدراسة حابة أحكي شوي شو اللي دفعني أدرس وفتش عن تاريخ شعبنا الكردي. تقريباً قبل 1350 ل 1400 سنة بيتعرض الشعب الكردي للظلم وللقمع وللقتل وللحروبات والرفض، أي هم منبوذين في منطقة الشرق الأوسط. من 1350 سنة وقبل 1400 سنة هذا الشعب بيتعرض لكل أنواع الذل والإهانات في منطقة الشرق الأوسط. ومو بس هيك، بل هناك محاولات في إبادة هذا الشعب ومحو هويته، وكأنهم يريدون أن ينفوا الشعب الكردي من على وجه الأرض. حتى اللغة الكردية اللغة اللي أعطانا إياها يريدون محوها وضياعها، وكأن لعنات التصقت بهذا الشعب المظلوم. الكرد فقراء، لا مصانع لنا، لا معامل لنا، لا حضارة بقيت تشهد عن وجودنا. فقط اللسان الكردي، وجميع الكرد بيعرفوا هذا الشيء، وبسببه كثيرون يدخلون السجون، مشردين على وجه الأرض. ولا تسمع أخبارنا إلا بالحروب، ولا تسمع أخبارنا بالخير والفرح، بل بالحروب والمشاكل والذل والظلم. الكرد شعب كتير طيب، طيبون جداً، ويحبون الموسيقى ويعشقون الغناء والرقص. كيف وصل الكرد إلى هذه المرحلة من الانحدار وصرنا ذنباً ولا رأساً؟ هذا دعاني أن أدرس عن شعب الكردي وعن تاريخ الشعب الكردي من الكتاب المقدس، من الكتاب اللي بيخوفونا فيه، يقولوا لا تفتحوا الكتاب.
أنا بشجع كل كردي، كل كردي وكردية، ابحث بنفسك، ابحث بنفسك، رجاء لا تردد ما يردده الآخرون إن الكتاب المقدس محرف، بل ابحثوا بأنفسكم، افتحوا الكتب، فتشوا، دوروا عن تاريخكم، هذا كتير مهم لكم من أجل أولادكم والأجيال القادمة. آمين. آمين آمين. طيب عايزين بقى يعني تقدم لنا الدراسة اللي أشرتي إليها من الكتاب المقدس عن تاريخ الأكراد، اتفضلي حضرتك. نعم، خلينا ناخذ بالأول أختي نورة الموقع الجغرافي عن تاريخ الشعب الكردي تمام. من الكتاب المقدس المعروف لدى الشعب الكردي بالتوراة والإنجيل والزبور، سفر التكوين الإصحاح الثاني عدد 7 إلى عدد 14، وكان نهر يخرج من عدن، وكان نهر يخرج من عدن. عم ناخذ الدراسة من الكتاب المقدس توراة تكوين وإنجيل واحد وزبور. هذا النهر كان بينقسم بصير 4 رؤوس، اسم الواحد فيشون والثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، وهو جاري شرقي آشور، واسم النهر الرابع الفرات. نهر حداقل هو نهر دجلة، هو نهر دجلة، معناه معنى حداقل ده تشول، يعني بالكردي 10 ينابيع، ينبع من جبال طوروس جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويعبر الحدود السورية التركية، ويسير داخل الأراضي السورية ليدخل بعد ذلك الأراضي العراقية. النهر الرابع وهو نهر الفرات، ومعناه فاراهود، فارهود، فرهود، أي يأتي بوسع، هذا النهر عم يجي بوسع، يخرج من جبال طوروس شرق بحر وان وسط إرمينيا وتركيا وإيران وإيران، وإلى الآن الكرد هم السكان الأصليين لهذه المناطق منذ فجر التاريخ. الكرد يسكن في شمال سوريا، في جنوب تركيا، في شمال العراق، في شمال غرب إيران. وشعبنا الكردي إلى الآن يفتخر بتسمية أسماء أبنائه باسم دجلة وفرهود، دجلة وفرهود. في الإصحاح الثامن من سفر التكوين، الإصحاح الثامن من سفر التكوين، منشوف قصة الطوفان. بعد ما بينتهي الطوفان إلى الآن موجود الكرد في هذه المناطق التابعة حاليا لأرمينيا. عدد 4، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات، على جبال أرارات. ما زال الشعب الكردي موجود في المناطق التابعة لأرمينيا، وما زال الشعب الكردي ينطق ويتكلم بلسانه الكردي في هذه المناطق. ومنشوف الحياة بدأت بعد الطوفان من هاي المواقع الجغرافية. إذن الكرد موجودين في مناطقهم ومتمركزين فيها منذ فجر التاريخ، منذ فجر التاريخ، بالرغم من كل الحروقات اللي بتصير على الشعب الكردي، لقلع جذور الكرد قلعا جذريا، ما زالوا في مناطقهم في الشرق الاوسط، وما ننسى كثيرين من الشعب الكردي تغرب على وجه الارض. هذا كان الموقع اختي نوره، وفي مواقع ثانيه رح اجيها بدراسه باصحاحات ثانيه. حبيت اعطي لمحه عن الموقع، ورح نعطي لمحه عن اصل ونسب الشعب الكردي. تفضل. ربي يباركك اختي نوره. الامم والشعوب والالسنه تشعبت بعد طوفان نوح، بعد طوفان نوح الامم والشعوب والالسنه تشعبت. هؤلاء اولاد نوح، سام وحام ويافث. بعد الطوفان كان نوح عنده 3 اولاد، سام وحام ويافث. الاصحاح التاسع عدد 18 بسفر التكوين، والاصحاح العاشر العدد الاول والثاني، وهذه مواليد بنو نوح. سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث، خلينا نشوف، نوح كان عنده 3 صبيان، سام وحام ويافث. يافث ابنه الثالث كان اسم ابنه الثالث ماداي. ماداي هو جد الأكراد، الشعب الميدي، الميديين أو الماديين. إذن نحن من ماداي، اسم جدنا ماداي، ابن يافث ابن نوح. وطبعا اللغة بتتطور بتطور البشرية، صرنا الماديين، وكمان بيقولوا عنا نحن الميديين. ولا ننسى تشعبت الشعوب بعد الطوفان. وسام ابن نوح، حابة أركز لكم على هالنقطة لأنه في دراسة رح نجيلها بعد شوي. سام ابن نوح هو اللي إجا منه إبراهيم، النبي إبراهيم اللي بيحبه كل الأكراد، بيحبوا إبراهيم لدرجة.
سام ابن نوح. اذا الكرد من يافت وابراهيم هو من سام، واجا من ابراهيم، وابن ابراهيم اسمه اسحاق، وابن اسحاق اسمه يعقوب، والمسيح اجا من نسب سام. المسيح اجا من نسب سام. ماني حابه نطالع الاصحاح، بس انتوا فتشوا بانفسكم، افتحوا الكتاب وشوفوا بانفسكم. لوقا اصحاح 3 عدد 23 الى 38، حابه انتوا كمان تبحثوا معي. في سفر اخبار الايام الثاني كمان من الكتاب المقدس من التوراة، الاصحاح الاول ايضا يؤكد عن نسب الشعب الكردي، كمان في تاكيد بنو يافث، جومر وماجوج وماداي. اذا جد الاكراد هو ماداي من نسب يافث، ويافث ابن الثالث لنوح. وايضا بنشوف بسفر التكوين اصحاح 11 وعدد 31 بنشوف ذكر لمنطقه ما زال الكرد يعيشون فيها، وهي حاران. وحاران المعروفه لدينا باسم اورفه، وكثير من بنات الكرد يسمون بهذا الاسم اورفه. اذا في بسفر التكوين كمان اسم منطقه اسمها حاران. اصحاح 11 وعدد 31، واخذ تارح ابرام، ابرام بالكردي على فكره هذا ابراهيم النبي ابراهيم، واخذ تارح ابرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امراه ابرام ابنه، فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، كانوا رايحين على كنعان بعدين، فاتوا الى حاران وقاموا هناك، وكانت ايام تارح 250 سنه ومات تارح في حاران. حاران هي منطقة كردية ما زال الشعب الكردي إلى الآن يعيش فيها ويتكلم بلغته الكردية، اسمها روها، روها، وأيضا تسمى باسم بالاسم الرسمي شانلي أورفة. ولهلأ كثير بنات من الشعب الكردي بيسموا يعني لهم اسم أورفة، شعبنا بيحب هالاسم كثير. وإلى الآن ما زال الشعب الكردي يسكن في هذه المناطق وينطق باللغة الكردية. وأيضا منشوف بسفر التكوين باختصار 24، ما نحابين نقرأه بس حابة أعطيكم لمحة، منشوف باختصار إبراهيم لما بيشيخ بيوصي إبراهيم العبد أو الخادم اللي بيخدم بين إيديه، بيخبره روح جيب عروس لابني إسحاق من مدينة ناحور، وهي بالقرب من أورفة، هي بالقرب من أورفة. فبقي من عشيرة إبراهيم وناس له هناك أقارب في أرض ناحور وحاران، أي أورفة وناحور بالقرب منها. وما ننسى، رح أكد لكم مرة ثانية، ما ننسى أن إبراهيم من نسل سام بن نوح، والمسيح جاء من نسل سام نسل إبراهيم بالجسد. ورح ناخذ مع بعض آيات من الكتاب المقدس لنعرف شو علاقة الكرد مع إسرائيل، شو علاقة الكرد مع إسرائيل في الكتاب المقدس في العهد القديم، ومين هو إسرائيل، لأنه تشويش كتير كبير حول كلمة إسرائيل عن شعبنا الكردي. فمن الصغر بيعلموا الطفل الكردي وبينزرع فيه أنه إسرائيل هو الشعب الكافر الذين لا يؤمنون بالله، أي هم درجة أشرار وهم يهود خيبر الأشرار. هذه هي معلومة أغلب الشعب الكردي عن إسرائيل، وإذا قام أحد بفعل شرير وفظيع مباشرة بتشوف تنطق كلمة، هل أنت يهودي؟ هل أنت يهود خيبر؟ هل أنت إسرائيلي؟ تشويش كتير كبير من شعبنا الكردي عن إسرائيل. خلونا نشوف مع بعض مين هو إسرائيل وشو علاقة الشعب الكردي وإسرائيل مع بعض في الكتاب المقدس. بإنجيل متى الإصحاح الأول عدد الأول إلى 17، بس رح أخذ فقط العدد الأول. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وأخوته. متى الإصحاح الأول عدد الأول للعدد الثاني. من هو إسرائيل؟ إذا منشوف إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، إذن يعقوب هو حفيده لإبراهيم، يعقوب
هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل يا شعب الكردي، ربي يبارككم. الله غير اسم يعقوب، الله غير اسم يعقوب وعطاه اسم جديد سماه إسرائيل، وبالكردي اسم يعقوب يوقيب. سفر التكوين 32 عدد 28 فقال لا يدعى اسمك بعد فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وخلص. والمسيح كمان رعيب من نسب إبراهيم، إبراهيم هو جده ليعقوب جده لإسرائيل. خلينا نشوف مع بعض علاقة الشعب الكردي مع إسرائيل. بفترة من فترات شعب الله في العهد القديم راح هذا الشعب للسبي، استمر 70 سنة، 70 سنة سبي، يعني شعب إسرائيل مثل ما صار بمنطقة عفرين، يعني دخلوا ناس غرباء وهجوهم للشعب الأصلي لبرا، يعني أخذوا مناطقهم وهن راحوا للسبي، راحوا لبلاد تانية. منشوف بملوك الثاني إصحاح 17 عدد 6 في السنة الثانية لهوشع أخذ ملك آشور السامرة وسبى إسرائيل إلى آشور وأسكنهم في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي. لما صار الحرب على شعب إسرائيل، لما صار الحرب عليهم وين راحوا؟ وين انسبوا؟ راحوا سكنوا بمدن مادي، يعني صاروا جيران للشعب الكردي، جيران للشعب الكردي. وليس هكذا فقط، بل في سفر عزرا الإصحاح الأول كاملة، ما أنا حابين ناخده، لازم شوي نختصر مشان الوقت، وحابة أنتوا تفتشوا بالكتاب وتشوفوا تاريخكم. منشوف الرب بينبه روح كورش ملك فارس. طبعا فارس وداريوس المادي كانت في بهاي الفتره كانوا الكرد عندهم مملكه اسمها مملكه مادي وفارس، يعني الكرد كان عندهم مملكه، المملكه الثانيه على الارض، الاولى كانت بابل، الثانيه كانت مملكه الكرد. كورش ملك فارس امر انه يبني بيت الرب الذي في اورشليم، وكورش هو صهره لداريوس، وكان وقتها مملكه فارس ومملكه ميديا متحدين ببعضهما البعض، واسمهم مملكة مادي وفارس. وليس فقط هذا، أيضا الميديين الكرد ساعدوا شعب إسرائيل في يرجعوا لبلادهم، وعطوهم كمان مساعدات، وأيضا ساعدوه في بناء بيت الرب، يعني العبادة اللي كان عملها شعب. في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الصوت معنا. طيب نشوف المشكلة دي بعد إذنكم، بس ممكن ناخد مكالمة لغاية لما الصوت يتظبط. معانا الأخ نصر من لندن، أهلا بحضرتك. ألو، سلام المسيح معنا ولنا ولدم للأبد. الأخت الفضيلة نور، الرب يباركك. ربنا يباركك. والأخت الغالية حليمة، أهلا بيكي. أنا أعرفها معرفة شخصية، وشخصية جميلة جدا جدا، والحقيقة أنا عندي بس شهادة حق عايز أقولها، لان هي مش هتتكلم في النقط دي، هي شخصيه يعني بتمتاز بالتفاؤل والنشاط والتميز تحت اي ظروف الحقيقه، رغم ان كان في ظروف صعبه جدا، وهي اجتازتها بنعمه المسيح وبايمان فعلا حقيقي، وارى فيها ايمان عميق، وشخصيه قياديه جميله عامله جو رائع جدا في المانيا، وعندها مينستري جميل الرب يباركها ويبارك حياتها. ومن التميز فيها كمان انها تاكل الكلمه وبحسها نشطه، ومش عايزه اقول بقى كتير قوي كده، لان مهما قلت شهادتي مجروحه. الرب يبارككم، تحياتي ليكي بغوضة نصر، بيسلم عليك يا اخت حليمه، الرب يباركك. سلام نصيح، باي. ربنا يباركك، اشكرك جدا. طيب معانا تاني الاخت حليمه. الرب يباركك اخوي نصر، الرب يبارك حياتك. عن جد انا متفاجئه يا رب يسوع، شايف الرب كيف هيك بيوحد الناس من كل لسان وقبيله وشعب. ربي يبارك حياتك، بطل انت في المسيح اخوي نصر، يبارك حياتك. امين 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 امين. تفضلي نكمل نوره مع بنعمه الرب. تفضلي. منشوف بسفر استر بالكردي اسمها النجمه، وقصة أحشيروش كمان بالكتاب المقدس، سفر آسر افتحوا يا أخوة. وقصة أحشيروش الملك المادي وزواجه من آسر اليهودية. كان أحشيروش الملك كان هو ملك
يحكم على جيش مادي وفارس، مادي وفارس. وحدث في أيام أحشيروش، هو أحشيروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، إن في تلك الأيام حين جلس الملك أحشيروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لرؤسائه وعبيده وجيش فارس ومادي وجيش فارس ومادي. إذا منشوف في ملوك أيضا ملكت في هذه المملكة، مملكة مادي وفارس، وأحشيروش هو كردي مادي، لكن آستر هي بنت يهودية. أحشيروش تزوج مع بنت يهودية، وما ننسى أنه آستر هو اسم كردي معناته نجمة، لكن كان أصلا يهودي. ومو بس هيك، الملك أحشيروش حكم هاي ابن عمها لآستر على الحكم. فالكرد في فترة من فترات مملكة مادي وفارس صار في علاقة زواج بين الشعب الإسرائيلي الشعب اليهودي، وصار في علاقة حتى على كرسي، حتى كرسي الملك. وأيضا منشوف بسفر دانيال، دانيال كمان افتحوا الكتاب المقدس، تابعوا معي، فتشوا الكتب لأنكم لأنه رح تشوفوا فيها الحياة. منشوف بسفر دانيال داريوس الملك، الملك الكردي اللي أخذ الحكم من بابل، من مملكة بابل، كان عمره 62 سنة لما أخذ المملكة. سفر دانيال الإصحاح الخامس عدد 30، منشوف بهذا الإصحاح الملك داريوس بياخذ المملكة، مملكة الكلدانيين، وعمره 62 سنة. أنا أحيانا بعيد مشان نعرف أكثر. ومنشوف الملك الكردي المادي اسمه داريوس بيحط النبي دانيال، النبي دانيال هو يهودي اسرائيلي، بيحطه وزير على كل وزراء مملكته، على كل وزراء مملكته. بنشوف مع بعض يا اخوي بالكتاب المقدس في علاقه قويه، علاقه حميمه، علاقه امينه، علاقه محبه، علاقه جيران بين الشعب الكردي والشعب الاسرائيلي وشعب الله، الله المختار في العهد القديم. وطبعا مملكة الكرد كانت موجودة قبل ميلاد الرب يسوع المسيح ب 600 سنة. يعني هلأ مملكة الكرد مملكة مادي، وكانت متحدة معها مملكة فارس، كانت موجودة قبل 2600 سنة. يعني عشان وقت الحلقة عشان نقدر نكمل الموضوع، أعتقد يعني أنت كده يعني قدمتي يعني واستوفيتي حقيقي في الآيات من الكتاب المقدس وتاريخ الأكراد من الكتاب المقدس. هل تحبي تضيفي أي إضافة تانية بالنسبة للتاريخ في الكتاب المقدس، عشان عايزين ننتقل للنقطة اللي بعد كده وكمان معنا تليفونات. صار عن ملك، الملك داريوس أختي نورة لما طالع القانون شاف تعاملات الله مع دانيال اليهودي، حبه كتير لدانيال. هذا الملك اللي طالع قانونه بأنه بكل سلطان مملكته على وجه الأرض أنهم يعبدوا إله دانيال. طيب مين هو إله دانيال؟ إله دانيال هو المسيح. أنا دايماً رح صلي هالصلاة، بس يكون عنا فرصة كمان صلاتي أنه الله الرب يبعث لنا ملك ورؤساء مثل الملك داريوس يرجعوا قلوب هذا الشعب للرب. الملك داريوس أعطى قانون شريعة، كان الأكراد عندهم قانون، الشريعة كانت شريعة، هو اللي أخرج هذا القانون أنه الشعب الكردي كله يؤمن بإله دانيال، ودانيال هو يهودي إسرائيلي وإله دانيال هو المسيح. والنقطة الثانية اللي أنا حابة أحكيها، بعد دانيال بستمائة سنة المسيح بيجي على الأرض، الشعب الكردي هن أول الشعوب، أول الشعوب اللي إجت وقدمت هداياها للمسيح. منشوف بمتى بالإصحاح الثاني قدموا هداياهم للمسيح وباركوا المسيح. يا ريت يا أخي تورا أنت تقرأ لنا هالمقطع، يعني عن جد منشوف هذا الشعب من أوائل الشعوب التي آمنت بالمسيح حتى قبل أن يأتي المسيح بستمائة سنة. أمين. 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 ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي.
طيب أشكرك جدا يا على المقدمة دي أو على الشرح ده والدراسة دي يا أخت حليمة. طب خلينا ناخد تليفون معانا القس نهاد من لندن. أهلا بحضرتك يا قس نهاد، وحضرتك طبعا كردي، أهلا بيك. تفضل حضرتك قسيس. مساء الخير، ينعاد عليكم. أهلا بيك. جنوب كيروزة. أهلا بيك. اللغة الكردية، عام سعيد. عام سعيد ليكم طبعا كل إخواتنا. أنا أول شيء ببيروت مش بلندن. بهالمناسبة بشكر أول شيء هالبطلة اللي موجودة معك بالحلقة الرابعة بيستخدمها، وبدي أشكر الله من أجل قلبه، وبدي أشكر الله من أجل هالقناة المباركة اللي بتخلينا بكل مناسبة كنا عم نوصل صوت العابرين لكل العالم. أيوة. الصراحة قصة نوروز يعني نحن دائما بنقول إنه هذا اليوم الجديد، ومثل ما المسيح جاب خلاص جديد لكل البشرية باسم يسوع، نشوف الشعب الكردي من كل أمة وقبيلة ولسان عم يشوف الخلاص ويدوء هذا الخلاص الحقيقي اللي هو جابه يسوع المسيح. أمين 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 أمين. حضرة أسيس نهاد من لبنان، أشكرك جدا على مداخلة حضرتك معنا. الأخت نهال من لندن، أهلا بك يا أخت نهال. سلام ونعمة يا أخت نورة، مرحب بحضرتك وبالأخت الجميلة حليمة، اللي بصلي من كل قلبي إنه كلامها يجد نعمة خاصة في عيون كل الشعب الكردي اللي بيسمعها. أنا عندي تعليق وعندي سؤال لحضرتها في الآخر. الحقيقة هي قالت في المقدمة جملة ما أحلاها، لأنها بمثابة نصيحة ذهبية، قالت بحصر اللفظ ما تصدقش اللي قالك إن الكتاب المقدس محرف، لكن ابحث بنفسك. والحقيقة أنا عايزة أصرخ بأعلى صوت، من فضلك من فضلك ما تضيعش وقتك في البحث في الدراسات العليا في أي مجال بتشتغل بيه علشان توصل لأعلى المراكز الأرضية، مع أن ده مهم ورائع، لكن الأهم والأروع بل خليني أقول الأخطر أنك تبحث فين هتقضي أبديتك، ايه اللي منتظرك بعد الموت، لانه ثبت بالدليل والبرهان اننا مش زي النباتات ولا العفو الحيوانات هنموت وخلاص، لا ده احنا جوانا روح الله الخالده اللي مش هتموت ابدا. فيا ترى روحي هتقضي الابديه فين؟ أمين. مفيش غير مكانين اتنين ملهمش تالت، يا في السماء او الجنه بلغه الاديان الاخرى، او في النار، مفيش مكان وسط. والحلو اللي على قلبي وعايزه اقوله لك كمشاهده لينا النهارده، انت ان الله بيحبكم، والنار دي مش معده ليك كانسان لكنها معده لابليس وجنوده. أمين. انت وانت الرب بيحبكم، وعلشان بيحبكم قدم نفسه فداء للخطايا وداء الموت بدل منكم عشان يديكم حياة. أمين. بس أمين. للأسف الكلام ده هيفضل مجرد كلام ومش مفعل ما لم انت تصدقه وتقول بفمك انا اقبل كده، زي أمين. الكريدت كارد يا اخت نورة اللي أمين. اللي يمكن بيبقى فيه مبلغ رائع من الفلوس، لكن لو ما عملتلوش اكتيفيشن تفعيل مش هقدر استخدمه. فانا من على منبرك يا اخت نورة بصلي ان كل برنامج بنقدمه وكل بحث بنعرضه يكون سبب استنارة واخد قرارات في الحال. أمين. ايوه في الحال، لان الواحد مش ضامن عمره امتى هينتهي. امين. سؤالك يا اخت نهال. انا جدا، ولما قدمت له البشاره الحقيقه جه وحضر الكنيسه عده شهور، لكن في الاخر قال لي يا اخت نهال كل واحد على دينه الله هيعينه، انا بحترم الدين المسيحي لكن ما اقدرش اسيب دين ابائي واجدادي، فايه النصيحه اللي حضرتك تقدري تقدميها لهذه النوعيه من الناس؟ ولو قضى الوقت ازاي قدرتي تقبلي ان المسيح هو الله؟ والرب يبارك. أمين. أشكرك جدا. طيب عشان بس عايزة نستكمل وقت الحلقة، وخصوصا أن الحلقة دي مقدمة لإخواتنا الأكراد في عيدهم، فخلينا بقى نشوف للإخوة الأكراد والإخوة الأخوات الأكراد اللي ما زالوا لسه يعني متمسكين بالإسلام ومعتقدين أن هو دين أبائهم اللي هم يعني دخلوا فيه برضاهم، والحقيقة أن هم ما دخلوش فيه برضاهم أبداً
ده بحد السيف زي ما هنسمع بعد كده، لكن خلينا نشوف الإسلام بينظر ليكم إزاي. خلينا نشوف في الفيديو الأول ده، اسمعوا وشوفوا رسول الإسلام قال عليكم إيه. تفضل. كتاب محاضرات الأدباء للأصفهاني ذكر أن عمر بن الخطاب روى عن النبي أنه قال: الأكراد جيل الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهن جزيرة، فخرجت الجن من البحر فواقعهن، فحمل منهم 40 جارية، فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى أرض فارس، فولدن 40 غلاما، فلما كثروا وأخذوا في الفساد وقطع الطرق فشكوا ذلك إلى سليمان فقال: أكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. نفتح أيضا كتاب مروج يعني الذهب للمسعودي: الأكراد ونسبهم ومساكنهم. ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود حين سلب ملكه ووقع على إمائه المنافقات الشيطان المعروف بالجسد، وعصم الله منه المؤمنات أن يقع عليهم فعلق منه المنافقات، فلما رد الله على سليمان ملكه ووضع تلك الإماء الحوامل من الشيطان قال: أكردوهم إلى الجبال والأودية، فربتهم أمهاتهم وتناكحوا وتناسلوا، فذلك بدء نسب الأكراد. نفتح كتاب الكافي للكليني الجزء الخامس: باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم. قال لي أبو عبد الله: ولا تنكحوا من الأكراد أحدا، فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. يعني متجوزوش أيضا مسلم يتجوزش ولا سوداني ولا كردي. عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله فقلت: إن عندنا قوم من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا أبا ربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. نفتح أيضا كتاب النهاية للطوسي، يقول: ولا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكراد ويتجنب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم. نفتح كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، وقال عليه السلام لأبي الربيع الشامي: لا تخالط الأكراد، فإن الأكراد حي من الجن كشف. يعني إيه رأيكم في الكلام اللي بيتقال عنكم؟ يعني حتى يعني مش مثلا نسل بني أدمين بشر، أو ممكن يكون أهلهم يعني عملوا حاجات واحدة، لا ده من الجن، والجن زنى إيه القصة؟ والشيطان خلف من هو الشيطان إيه؟ انتوا فاهمين الشيطان يعني كائن ليه جسد كده، يعني كائن يعني راجل وفي منه رجال ونساء، وراح الذكور منهم يعني زنوا مع النساء دي وخلفونا الأكراد. يعني هو ايه؟ هو بتفكر ازاي او شايف الامور ازاي؟ انا مش عارف تعليقك على الفيديو ده يا اخت حليمة، وهل وانت يعني لسه في الاسلام هل يعني وصل لمسامعك هذه الاحاديث ويعني استغربتي او تعجبتي منها؟ وكان رد فعلك معي. شوفي اختي نوره، نحن شعب غير باحث، ما بنحب نبحث، شعب ما بنحب القراءه. اغلب شعبنا الكردي ما بيعرف انه الاسلام بينظر لنا بهالنظره، وعاملينا نحن فيلم رعب، ونحن قوم من الجن، رفع عنا الغطاء، اكردوهم الى الجبال، لا تخالطوهم، لا تتجوزوا منهم. يعني هل معقوله انه منشوف بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس يعني منشوف الكرد يعني حضاره، ثقافه، جمال، روعه، يعني فيها تحضر قبل 1600 سنه، وبعد 1400 سنه لما بيجي الاسلام الشعب الكردي بيدخل عنوه الى الاسلام، فعاملين منا نحن فيلم رعب. وحقيقه هذا هو منظور الاسلام للشعب الكردي. وخليني اقول لازم نحن نفرق بين المسلمين والاسلام، المسلمين هن شعب مثل الشعب الكردي ايضا ضايعين. للاسف الشديد الاسلام ينظر الينا هذه النظره، ونحن الشعب الكردي تقريبا 40 50 الى 60 مليون تقريبا اغلبهم اسلام. وحابه كفي تعليقي انه يعني الاحاديث هي من احاديث المسلمين، عمر بن الخطاب الخليفة المسلمين، وحديث للرسول ومن الفقهاء أي معلمين وفاهمين القرآن والأحاديث. هل يعقل هذا الكلام الخرافي أن تحب النساء الكرد من الجن ومن الشياطين ومن شعب؟ يعني بأي نظرة ينظر إلينا الإسلام لو قال أنه نحن شعب شرير فيها وما فيها، بس نحن قوم من الجن
القوم نحن من الشياطين، ونحن الشعب اللي نحن خانعين وراكعين وبدنا نقتل حالنا وليل نهار منقول هذا دين ابائنا واجدادنا ونحن مسلمين. هي هي للاسف الشديد يعني في الجزئيه دي بالذات، يعني في الجزئيه دي يا اخت حليمه عايزه اطرح عليكي سؤال الاخت نهال. اذا كان الاسلام بيقول عن الاكراد ان هم نسل شيطاني وان هم نسل من الجن، فازاي الشخص الكردي يقول انا يعني هخليني على ديني ودين ابائي؟ يعني مش عارفه الجزئيه دي ازاي الاكراد يتخطوها ويكملوا في اللي هم فيه. انا قلت لك شعبنا الكردي شعب غير باحث، ما بيبحث، بيخاف. انا كثير ناس بعرفهم، كثير اقارب الي بيقولوا لي اوعى تحكينا، احكينا عن كل شيء بس لا تقولي انه طلعوا من الاسلام، اوعى هذا دين ابائنا واجدادنا ونحن منخاف. اولا بيخافوا من الترهيب من النار، بيفكروا اذا تركوا الاسلام خلص بوشهم على النار. ما انتم عايشين في النار، ما انتم 1300 و1400 سنه انتم في النار. صح. هيك وهيك وانتم في النار، اطلعوا. طيب فتشوا، طيب شغلوا عقولكم، خذوا دقيقة. أنت إنسان عندك فكر حر، الله عطاك فكر حر، ما قال لك هي ديانة قبل هي 1300 و1400 سنة وخلص أنت أخضع. الله عطاك فكر حر. صح. فكر. طب ما تخلينا كده، ما تخلينا كده يا أخت حليمة نشوف الإسلام في الفيديو رقم 2، نشوف الإسلام أو المسلمين طبقوا سورة الأنفال على مين، فنشوف مع بعض الفيديو رقم 2. ويعني إحنا على قد ما نقدر يعني بنحذف يعني المشاهد الصعبة اللي فيها قتل، اللي فيها يعني تعذيب، فخلينا بس نشوف الجزء البسيط ده من فيديو رقم، نشوف الفيديو ده ونشوف الفيديو رقم 2 ورا بعض. اتفضل. الأنفال، أيوة ده رقم 2. الاسم الذي أطلق على واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، سورة الأنفال. أناس يقفون في طوابير الموت، الموت الذي لم يفرق بين رجل وامرأة وطفل أو شيخ عجوز، إعدامات جماعية، دفن الناس وهم أحياء، مناطق محيت من الوجود، وتدمير وحرق أكثر من 5000 قرية كردية في إقليم كردستان. أما حول التسمية وأسبابها، فلقد اقترح اللواء الركن كامل ساجد الجنابي الذي كان متشددا دينيا، اقترح تسمية العملية بالأنفال، وذلك تيمنا بسورة الأنفال في القرآن الكريم واقتداء واهتداء بها حسب. يعني الناس اللي بتعمل مجازر وإبادة جماعية دول ما بيعملوش كده يا جماعة، يعني مسلمين السنة والشيعة اللي طبقوه على الأكراد أو اللي بيعملوه مع الأكراد ده من واقع الأحاديث اللي يعني شفنا بعض قليل جدا منها من شوية، وده تطبيق لآيات القرآن سورة الأنفال وسورة الفتح. عايز أقول لكم كمان إن الطوابير اللي شفتوه، الطابور اللي شفتوه دوت وكان واقف فيه أطفال، دول واقفين لأن هم بيدخلوهم مقابر جماعية وهم أحياء. متخيلين تطبيق النص الإسلامي فيه إيه؟ متخيلين تطبيق أحاديث رسول الإسلام فيها إيه؟ مش عايز حد يلوم على داعش ولا يلوم على القاعدة ولا يلوم على الناس دي، لأن دول بيطبقوا صحيح الدين الإسلامي، وصحيح الدين الإسلامي لما هيطبق هيكون زي ما أنتوا شايفين كده، إبادات جماعية، قتل جماعي، كراهية يعني ليس لها حدود. خلينا عشان الوقت كمان هاخد من الأخت حليمة تعليق على الفيديو ده، وبس خلينا كمان نشوف الفيديو رقم 3 عشان أخد منها تعليق على الفيديوين ورا بعض عشان وقت الحلقة. فنشوف الفيديو رقم 3. عفرين بتنوعها الثقافي وانفتاح سكانها على الحياة، ففي المناسبات الاجتماعية كان الرجال يتقاسمون الرقص مع النساء دون أن تقف الطقوس الدينية أو الاجتماعية عائقا أمام يعني مدنية المنطقة. مع كل الهويات اللي حوالينا دي كانت حياة عفرين قبل ما يحصل اللي حصل ويجي داعش ويجي الإسلام ويعشش فيها. تفضل. فرقة الحمزة في قلب عفرين. الله أكبر. الحمزة في قلب عفرين. الله أكبر. الله أكبر. اللي ما بيرحش. 18/3/2018 أبطال فرقة الحمزة داخل أحياء السكنية في مدينة عفرين والله الحمد. أكبر. الله أكبر. المحتلون صلواتهم، ها هي الجوامع تصطح بأصوات الأئمة يدعون لقتل المدنيين الكرد.
ويرفعون أيديهم داعين ومستبشرين خيرا للفصائل المرتزقة. 60 يوما لم يتوقف القصف فيها على المدنيين، وأكثر من تضرر منهم هم النساء والأطفال. عايز أقول لكم حاجة بمناسبة النساء والأطفال، معظم الفيديوهات دي ولو راح حضراتكم يعني رجعتوا شفتوها على اليوتيوب، النساء اللي مهجرين واللي قتل زويهم محجبات، يعني مسلمين زيهم زي، بس دول بيطبقوا عليهم الأحاديث والآيات القرآنية. فيعني تعليقك يا أخت حليمة، أنا أسفة أني جبت الفيديوين ورا بعض، لكن فيديو الأنفال هاخد منك تعليق عليه وبعد كده فيديو عفرين. تفضل. مش سامع صوت ال لأهل التفسير بدي أفهم شو معنى الأنفال، شو معناتها الأنفال؟ معناتها الغنائم. بالضبط. الغنائم. هل سفك أرواح الشعب الكردي هو غنائم؟ وبصور من القرآن، من القرآن الكريم المعلق لدى الشعب الكردي على كل حيط، مطرز عليه تطريز أشكال ألوان، ولا يعرفون يوجد بداخل هذا الكتاب 260 20 آية يقتل فيها الشعب الكردي منذ 1350 سنة. الأنفال من جديد، عفرين من جديد، بس لو كان التاريخ له لسان يحكي شو عمل وشو فظعوا بالشعب الكردي لما أدخلوهم إلى الإسلام عنوة. 14 مرة قام الشعب الكردي ضد الإسلام، ما قبل يا أختي نورة، ما قبل أنه يدخل هالدين، لأنه إجوا بالقتل، إجوا بالسبي، إجوا بسبي باغتصاب النساء. الشعب الكردي لم يقبل، 14 مرة قاموا بثورة. للأسف الشديد ضعاف النفوس، رؤوس العشائر بعدين استسلموا وانباع دم هذا الشعب الكردي. ومن 1300 و1400 سنة هاي حالتنا، حالتنا الأنفال، حالتنا فتح عفرين، حالتنا دائما نحن في الحروب، دائما في حالة حروب، دائما من فترة لفترة بيقوموا على الشعب الكردي بدهم يبيدوا هذا الشعب، لأنه أصل هذا الشعب الكردي من منظور الإسلام ومن القرآن من كتب الأحاديث نحن قوم من الجن، نحن شياطين، نحن لا نعتبر وأكيد بشر. أكيد ده يا أخت حليمة مسبب ألم وجروح جوه لإخواتنا الأكراد، سواء اللي هم عرفوا المسيح أو اللي ما زالوا لسه للأسف يعني في الإسلام. عشان كده معانا يعني مداخلة رائعة جدا من أخت مباركة، الأخت سهير، عايزة تصلي من أجل أن الرب يملأ قلب الإخواننا الأكراد بالغفران والمحبة والتسامح. فخلينا ناخد المكالمة دي. أهلا بك يا أخت سهير. أخت سهير معانا؟ أيوة أخت سهير، هل معنا الأخت سهير يا جماعة؟ أنا مش قادرة أسمع، اسمعينا من التليفون يا أخت سهير بعد إذنك. ألو؟ أيوة أهلا بك يا أخت سهير. عشان الوقت الحلقة ربنا خلاص، يبارككم. ربنا يباركك. أنا عارفة أن كنت بتتابعي وعارفة أن الرب مديكي يعني أنك تصلي، فيعني خدمتك، فممكن تفضلي حضرتك. يا رب يسوع أنا بشكرك وبارك اسمك يا رب، شكرا من أجل يا رب أنك لن تترك نفسك يا رب بلا شاهد يا رب، بشكرك جدا من أجل الأسيس يا رب أخونا نهاد يا رب، من أجل أختنا يا رب اللي كانت بتقوم بالدراسة الأخت حليمة يا رب، بصلي في اسم المسيح يا رب كده بركات يا رب على حياتهم يا رب، تعويضات يا رب واستخدام يا رب من الروح القدس ليهم وسط يا رب الأكراد يا رب، وسط الشعوب يا رب اللي هم قاعدين في وسطيها يا رب. يا رب بشكرك جدا من أجل الشعب الطيب دوت يا رب، بصلي يا رب من أجل يا رب فعلا افتقاد يا رب، افتقاد يا رب، يبقى يا رب صليبك معلن كده يا رب على الشعب ده في أي مكان موجود فيه يا رب، متنطورين يا رب في بلاد كتيرة، مش بس يا رب سوريا يا رب والعراق يا رب وإيران يا رب وتركيا، لكن في بلاد كتيرة موجودين يا رب، بصلي من أجل افتقاد يا رب كده من الروح القدس على حياتهم يا رب، بصلي من أجل أحلام يا رب ورؤى يا رب في اسم المسيح يا رب. بشكرك يا رب لأنه أنت اللي بتعوض يا رب عن الأزمنة يا رب اللي أكلها الجراد، أنت اللي بتعوض عن أزمنة يا رب الألم يا رب، أنت وحدك يا رب اللي تفتقد حياتهم بمراحمك يا سيد، أنت اللي تعوض رب عنك تبدل يا رب كل لعنة ببركاتك أنت يا رب في اسم يسوع. أمين. يا رب بصلي إن كل حلم يا رب، يا رب كل حلم ضاع يا رب، كان عندهم حلم يا رب يضاع
لكن أشكرك لأنك أنت تبقين يا ربي الأحلام دي تبقى حقيقة يا ربي في اسم المسيح يا رب. وأعظم حلم يا ربي على قلبنا يا رب لإخواتنا أنه يعرفوك يا رب. يا رب بصلي في اسم المسيح أنه تستنير يا رب عيونهم يا رب، تستنير يا رب عيون أذهانهم يا رب، يعرفوا الميراث اللي ليهم فيك يا رب والرجاء اللي ليهم فيك يا رب يسوع. بشكرك وبباركك من أجل مسحة، مسحة على الشعب ده النهاردة في اسم المسيح في وقت احتفالهم يا رب، يحتفلوا حوالين يسوع النهاردة في اسم الرب يسوع يا رب. بشكرك من أجل مسحة يا رب افتقاد غير عادي وسط الشعب ده، نهضة وسط الشعب الكردي يا رب في اسم يسوع يا رب. في أي مكان موجودين فيه يا رب بنعلن كده نهضة ومسحة من الروح القدس وافتقاد من عندك يا سيد. أمين. بنبارك اسمك يا رب، بنبارك اسمك يا رب. أمين. بنباركك لأنك أنت قدوس يا رب، أنت قدوس يا رب. بنبارك اسمك يا رب يسوع. أمين. 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 شكرا. شكرا 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 لك يا أختي سهير. أمين. طيب يعني مش عارفة في وقت ناخد تليفونات تاني ولا خلاص؟ طب ممكن ناخد دكتور مايك بس في 30 ثانية بعد إذنك. فضل حضرتك. مساء الخير. مساء النور. تفضل. مبروك يا أخت حليمة بعيد النروز، ومبروك بالنور اللي ربنا اداهولك بعيد عن الظلمة بتاع الإسلام، مبروك. وأنا عايز أقول كلمة واحدة بس، الشيخ اللي طلع قاعد يقول كلامه أن أنتم ناس للجن وناس، يعني مفيش أجهل من كده ومفيش، يعني هقول لك إيه، توبع من الشيخ اللي بتقوله ده غلط، ما فيش حاجة اسمها كني يخلف من بني آدم. مش هو ده الكتب، الكتب الإسلامية، رسول الإسلام اللي قال، ما هو بيفسرها وبيجيب دليل منها. وعايز أقول لك، عايز أقول لكم على حاجة، ده شعب الكردي، ده شعب محبوب عند الله، والسيد المسيح جه برضو عشانهم. وإستر لما اتجوزت أحشويرش ده كان عمل عظيم مرتب من الله. الشعب الكردي الغلبان مش حتى الشيوخ بتوعه وحتى اللي بيقولوا اللي بيذبحوهم وبيعملوهم دول شايف فيهم بصمات محمد، لان محمد جه عمل ازاي يعني هيجيبوا منين؟ دول 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 ناس الشياطين والكفار المسيحيين والكفار اليهود. ده هو عشان تعالوا انتوا بقى عندي في الاسلام، انا حديكوا النسوان وانا حديكوا اهل صحيح صحيح. اشكرك جدا دكتور مايك، ربنا يباركك. طيب في دقيقه يا اخت حليمه، وده المتبقي من وقت الحلقه، رسالتك يعني لو كلمه ختاميه ورسالتك لكل احبائنا. اوكي، انا حابه احكي واقدم هالرساله للشعب الكردي. الاسلام لم يقدم لنا لا سلام ولا محبه. هل هذا هو دين الرحمه للعالمين؟ هل هذه هي خير امه اخرجت للارض؟ المسلمون يقتلون المسلمون، لماذا؟ لماذا يا شعب الكردي؟ لماذا؟ اتركوا الديانه على جنب، انا ما عم ادعوكم لديانه المسيح، انا عم ادعوكم للمسيح الحياه، المسيح اللي انتم حبيتوا، اللي اجيتوا من قطعتوها دايا، ارجعوا للرب، خلينا ننال حريتنا، ننال حرية على الأرض، وننال حرية أرضا وشعبا، ننال حرية فكر. يا شعب الكردي افتح ذهنك، يا شعب الكردي ارجع للرب، وصلاتي للرب الرب يستردنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. نحن مو بس ما شفنا يعني نور في حياتنا العادية، لكن في أفكارنا، في قيمنا، في ثقافتنا، في كل شيء نحن فسدنا من وراء هي الديانة الجاهلية. يا شعب الكردي المسيح بيحبكم، والمسيح قال تعالوا إلي جميع المتعبين الأحمال والأثقال أنا أريحكم. أنتم شعب تعبان، اللي عم يسمعني يا بيكون ساكن هلا تحت خيمة، يا بيكون حاطط ظهره على شيء حيطان وعم يبكي، يا أما بيكون فاقد أحبائه. يا شعب الكردي المسيح قال تعالوا إلي، الرب قريب لمن يدعوه، المسيح بيدعوكم. يا رب يسوع نحن بدنا نرجع إلك، وما في كرد وكردستان إلا بالمسيح، وما في آزادي على وجه الأرض للشعب الكردي إلا بالمسيح. ما فينا نطلع إلا بالمسيح، نخرج من ظلمات من الظلمات، من مستنقعات الموت إلا بالمسيح، لنخرج إلى مملكة النور ونعيش الحياة.
الشعب الكردي شعب عاشق للحياة، عيشوا حياة حياة حقيقية، خلي اليوم نوروز جديد، نوروز حقيقي في قلبك، مو بس تحتفل اليوم وترقص وتفرح وبعد شوي كمان ترجع لأحزانك. تعالوا خذوا المسيح لكم حياة، هو الإله اللي أحبكم، اللي قال عنه الملك داريوس الإله الحي القيوم قريب منكم، أنتوا بس نادوا المسيح وشوفوا. تعالوا يا شعب الكردي، المسيح بيحبكم، مشتاق لكم، فاتح أحضانه لكم، المسيح بيحبكم يا شعب الكردي. ارجعوا للرب، عودوا، بكفي بكفي، أنتوا ضايعين، بكفي بكفي. نحن صرنا يتامى جنب الحيطان، نحن خراف بلا راعي، نحن محتاجين لراعي يقودنا، قيادتنا تكون بالمسيح، والرب يسوع المسيح يرسل لنا رؤساء وملوك يا رب يسوع، يرد قلوب الشعب نحوك. حقا نحن محتاجين ومتعطشين للنور، نحن الشعب الكردي متعطش للمحبة، متعطشين نعيش بالسلام، متعطشين نعيش بالفرح، متعطشين نعيش بالأمان، نحن محتاجين المسيح، وهذا كله بالمسيح، وبدون المسيح ما في شيء. 1350 سنة في الظلمة، قتل وإرهاب أكثر من 1400، استمر أكثر من هيك. أمين أمين. أشكرك جدا أخت حليمة، الرب يبارك بكل الرب يبارك حياتك حبيبتي، ودايما يكون لنا لقاءات متجدده معك. اشكرك جدا، شكرا. يعني اللي سمعتوه ده يعني رساله قلب الاخت حليمه الكرديه لكل اخواتها واحبائها واقاربها الاكراد، رساله قلب اختبر محبه المسيح الحقيقيه، رساله قلب كان متعلق بالهويه الارضيه وتحول لانها رات بعين بقلبها وبعينها الهويه الحقيقيه ليها في شخص الرب يسوع المسيح. الهوية الأرضية يمكن تضمن لنا مكان سكن، لكن الهوية السماوية اللي مصدرها واللي متعلقة بشخص الرب يسوع المسيح وفداء وعمله بتضمن لنا السكن الأبدي. وزي كل حلقة وزي كل وقت بتكلم وبكلم كل إخواتي وأحبائي المسلمين، بقول لهم الآية دي، الرب يسوع المسيح بيحبكم، عشان كده بيقول لكم أنا هو الطريق ليكم، أنا هو الحق اللي انتوا بتبحثوا عليه، انا هو الحياة الابدية اللي بتبتغوها وتتمنوها. بشكركم على متابعة حلقة النهاردة، وكل سنة واخواتنا الاكراد طيبين. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. قد ما في آيات اتمدت كان كل هدفها تسكت على قد